ازيكم يا جماعه؟ فيديو جديد وحلقه جديده. النهارده حلقه الاولى من لعبه انترنت كافيه سيميوليتر، مع ان طبعا في ناس كتير نزلت عنها، فانا قررت ان انا انزل لكم حلقه عنها، وفي يوتيوبر كتير نزلوا عنها. ف ان شاء الله، ولو عايزين طريقه لتهكير اللعبه وصلوا الفيديو دوت ل 100 لايك وانا هنزل لكم تهكير اللعبه، كده كده هنزله ماشي. فهنسمي السايبر بتاعنا بروفيشنال جيمرز، ندوس التالي وستارت. وانا يا جماعة في كان فيديو قبل دوت، بس يعني حصل مشكلة، طلع ان انا ما بسجلش الفيديو، او يعني انا قعدت اتكلم واعمل كل التعب بتاعي، وفي الاخر ما كانش في صوت للفيديو. فان شاء الله ان الفيديو دوت ما يبص، ان انا باظ مني 3 فيديوهات بسبب اللعبة ديت. 3 فيديوهات عارفين يعني ايه، لان صعبة. فخلينا ناكل اول حاجة ونروح نشتغل. طبعا يا جماعة المهمات هتظهر لكم تحت في الجنب، مهمات كلها، كل مهمة وهي فائدتها ايه. دلوقتي المهمات جنبك تحت. اول حاجة ننظف المكان، او ننظف السايبر بتاعنا. فبدينا رايحين احنا ننظف السايبر. طبعا يا جماعة انا كنت عايز، كان في يوتيوبرز كتير نزلوا عنها، لازم انزل عنها، لان انا بصراحة اتأخرت جدا في التنزيل وما نزلتش فيديوهات من زمان بسبب بقى الدراسة. وانتوا عارفين ايه ده، احنا نسينا حياة، نسان دخل الانترو يا ابني، دخل الانترو لغايه ما نخلص. بعد ما خلصنا تنظيف نبدا نشغل الكمبيوتر. ماشي، دلوقتي اول مهمه بتاعتنا نشتري جهاز الاركيد. فنروح او لا، اول مهمه صحيح احنا نشتري الاثنين دول ونشتري المطبخ. بس نشتري جهاز الاركيد ونشتري الكيسه زي ما هم قالوا، نشتري الكرسي، نشتري السماعه، نشتري الكيبورد، نشتري الماوس، نشتري الشاشه والترابيزة. يعني ما يعني ايش فلوس تمام الترابيزة. ايش ده؟ اوبن حوته كده ونحطه. الله، هنحط دوت هنا. عايزين اي فلوس بقى، نحط دوت هنا. اول زون هيجي لنا هنطلب الترابيزه، الكيبورد ناخد ديت نرميها هنا، ناخد السماعه، ناخد الكيسه ايه طبعا الكيسة. اتفضل سعادة البيه، ناخد دوت، نروح نطلب. طبعا ادانا 200، شحات يا ابن الشحات بقى يا ابني، قلت لك كم مرة ما تخشش عندي المحل، انت بتزعج الزباين، اعرف ده. انت عايز انت كمان يا حرامي يا ابن الحرامية. هو بقى في 60 داهية بقى. اتفضل يا سعادة الباشا. زعلان ليه يا ابني؟ بتسجل؟ لا بتسجل. ماشي يلا، جبنا الترابيزة، نرجع هنا نحطها. اه يا ابني ايه، هنقعد نلف بقى نص ساعة. ماشي يلا 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 ايوه يلا. نحطها كده. طبعا المهمة اللي بعديها مهمة تجميع البي سي هتكمل دلوقتي. طبعا يا بنت المهمات انتم عارفين هي محطوطة فين. ماشي ناخد اللي بعده، احود اول تجميع كمبيوتر. تحود بقى يا ابني بقى، تعبونيش بقى يا جدعان بقى.
اهو اول تجميعة كمبيوتر، بس نحط السماعة بس. جمعنا الكمبيوتر اه، نسينا نعلق ديت، نحط نعلقها برا. نعلقها هنا اتفضل. دلوقتي مهمتنا التانية ان احنا نجمع تاني الكمبيوتر، ف تاني كمبيوتر اهم حاجة اشتري اول حاجة الترابيزة. الترابيزة بعد الترابيزة تاني اهم حاجة الشاشة. طب معناش تمن الشاشة، طب نشتري ماوس كده على قد الحال، وكيبورد معناش نشيل فوكس ونقوم من على الكمبيوتر. ماشي، دلوقتي نروح نجيب الترابيزة ودين كمبيوتر تيبل، نحطها هنا، ناخدها ونحط نلفها. أيوة اهي، ناخدها بقى نحطها، ونروح نجيب اللي اسمه ايه ده، الماوس. الماوس ماشي، نحط الماوس قوله روتيت كده. انا عارف ان الماوس بالشقلوب، انا عارف، بس انا اللي مطمنش. نروح بقى نشتري الكيبورد. والسماعة يعني هو بص مش لازم نسماعة يعني من الباقي. ايوه والنبي اديني فلوس بقى، عادي اديني فلوس. الله، 1400 والشاشة، والشاشة 1400 برضه، عايزين 2800 اهو. المطبخ بتاعنا احنا احنا خلصنا مشنة المطبخ صحيح، نسيت اقول لكم اهو. ماشي، الله ده بيلعب فورتنايت. عايز الواد طالب انرجي درينك، مهمتنا الاولى نجيب له انرجي درينك. اضرب بسرعه انرجي، خد يوم خلصت له مشي الانرجي درينك. شو قاعد بيلعب فورتنايت ازاي؟ ايوه ابني ابني يا عم التعبان ده، اهو 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 بيبني بيبني بيبني. الله احلى صوره في الدنيا. بس خدنا كام سكرين شوت كده يا جدعان لزوره الفيديو الجاي. هنا الله فينا في دراع كونسول، عايزه بصراحه، عايزه للمستقبل. عارفين يا جدعان الحلقه الجايه هنعمل بقى الاوضه ديت اوضه كونسول، عشان كده هنحط فيها هنا. طبعا هنا هيكون كمبيوترات. فالنهارده الساعه كام؟ طبعا هنقضي يومين، كل حلقه هتبقى يومين او ثلاثه بالكتير، يعني ممكن تبقى يومين او ثلاثة ايام. بس انا بقول يومين حلوة قوي، لان اليوم الواحد بياخد مني 10 دقايق، فكتير كتير قوي 10 دقايق، يمكن اكتر من 10 دقايق كمان. وانا لسه اشيل حتت من الفيديو، فهنطول شوية. بس ادينا بناخد فلوس، قاعد بلعب فورتنايت. ايوه ده كده هيديني فلوس كتير. اوه لسه بدري لسه بدري، عايزين الكاسه دي. عايزين 2000
و800 عشان نجيب الكيسة والشاشة ونكون خلصنا الكمبيوتر. هو انا عايز الكيسة والشاشة بس، طب انا نسني حاجات، نسني كيبورد، كيبورد وكرسي كمان، ايه اللي اتقدر فيه؟ طبعا ضغط المطلوب. طب كيبورد كرسي بقى، كرسي عايزين جنيه، كرسي يا اخوانا كرسي. بس كرسي، بص الكرسي يا جدعان عامل ازاي. الدنيا اي فلوس، فلوس يا اخوانا فلوس، عايزين نشتري الكرسي. يوم قرب يعدي. طب ماشي، هنقوم نحط الكيسة والكيبورد لغاية ما نخلص. احنا طالبين 3 حاجات، يا نهار اسود. لكن طلبت 2 كيبورد يا جماعة، نكمل اللي احنا كنا بنعمله. انا حاسس ان انا شفت 2 كيبورد صح؟ اه انا شفت 2 كيبورد. الله، انا نرميها هنا بقى الكمبيوتر الجاي ان شاء الله. ناخد ال ماشي، ورجعنا لكم. ويلا ماشي، شالينا البتاع، ناقصنا الشاشه. صعبت كام؟ صعبت 18. شكلي هكمل الكمبيوتر النهارده. الله، ناخد بقى صوره الفيديو. ايه كرسي كرسي كرسي، نسينا نجيب الكرسي. الشاشه اخر اوردر هنطلبه النهارده في اليوم، يعني ده هيكون اخر يوم واخر اوردر النهارده. اليوم الجاي هنحاول، عايزين نفتح المكان ده، يعني المهمه الجايه هو المكان ده. ماشي، ده بيلعب ايه ده؟ ايوه باقي فلوس، باقي باقي جنيه، باقي حبة فلوس، اي زبون يجي يدفع. بس اليوم خلص. بصوا المفروض هيخرجوا، يعني انا هركب الشاشة واقفل المحل وامشي، واليوم الجاي نبدأ نشتغل بقى. بلاستيك تشير وشاشة. محاسة كام؟ كلوز كلوز كلوز. لاي لا يلا، عايز اقفل باب المحل. خلاصي الله، في 60 ده دفعتنا 400 جنيه بس. يلا طلعت اجهزه الموتور بتطلع فلوس اكتر بصراحه. يلا بسرعه على اوضه النوم، نفتح الباب ورانا، نخش ننام بسرعه. ماشي، ايه ده المنبه دلوقتي. عملنا سيف للجيم، ننزل بقى. الساعة كام؟ الفيديو وصل لكام دقيقة؟ 5 دقايق. حلو، 5 دقايق، وكان فيه بتاع يعني قول 20 دقيقة، الفيديو بيبقى 30 دقيقة. انا هنزل لكم الفيديو 15 دقيقة بالظبط كده. بس المحل بتاع نجيف، ناخد المتنساحة عشان لو في اي زبالة نمسحها. انا نسيت افتحه، افتح المحل، اوعى المقشه ديت عشان
تعطي الزباين تخليكي كده. قلت احنا قلنا المهمة بتاعتنا نفتح المكان ده بقى عندنا 2 كمبيوتر والدنيا زي الفل. ناخد بس كلين شوت كده. اه هكتب كده. بصوا في العنوان بقى هكتب ايه؟ اول زبون عندنا النهاردة وياخد الكمبيوتر الحديث ويقعد عليه. تتفرج على ايه يا ابني؟ ايه ده؟ مش عيب يا اخوانا اللي انتوا بتعملوه ده؟ هنشوف لنا حاجة هنا نشتريها. ماوس للمستقبل، سماعة، ده نصاب يا جدعان. ماوس ده 99؟ انا عايز رمى اخصى 900 700. انا عايز الماوس دوت، اخده احطه جنب اخوه هنا. اللي كنتوا الاثنين لغايه ما نجمع تاني كمبيوتر. استنى في مصيبه. هوت الجو حر، عشان كده انا عمال اقول للزباين ما بتقعدش ليه. طب المهمه الجايه، المهمه بتاعتنا بتاع دلوقتي، ان احنا نشتري تكييف ومروحه. لا 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 ده مش كلام. ايه من القرف ده؟ هات الزفت ده. الجو بيسقع، عارف الجو لو مبقاش ورم هنا ازعل. الله على العجلة لما الجو ما يبقاش حر. ايوه التكييف جه، حط التكييف، ركب احلى تكييف فيك يا مصر. نسيت اعمل حركه. بص بقى للصوره، تديني كام؟ تديني 104. انت اكيد هتديني فلوس كتير، انت قاعده بالهبل فرحانه. بص مش بخليك مزعلانه من حاجه. لو دي 99 فاحنا عايزين نجمع 1000. نلخص الوقت. احنا تهكرنا يا اخوانا، احنا تهكرنا. يعني هنعمل ايه؟ هنقبل الاعلانات. نعمل ايه؟ الله الله الله، ناقصين فواتير على الصبح. واشترينا الاوضه الثانيه وخلصنا تاني ميشن، خلصنا الميشن اللي بعديها. دلوقتي المهمه الثانيه تنظيف الاوضه الثانيه. خلصت الميشن بنجاح. حط الماء بتاع دي هنا. الله الله عليا، الله شفتوا ثبتها ازاي؟ ثبتها من غير ما تلمس الارض. الله يا ابني انا لعيب، انا لعيب. ده بيلعب بابجي. استنى اما اخدها سكرين شوت. والله خدتها سكرين شوت. احنا ده احنا معانا كمية سكرين شوتات، ده انا هتعب في المونتاج. الاجواء كويسة عندك؟ يا الله ايه ده؟ مينفعش انتوا بتعملوه ده يا جدعان. طبعا الاماكن ديت بتتفتح، بس ان شاء الله في الحلقة الجاية هنفتح المكان ده وننضفه ونخليه لل اسمه ايه ده؟ للتكييفات او يعني عارف يعني ايه؟ عارفين الماوس الكيبورد اللي احنا حاطينهم هنا؟ ناخدهم نحطهم جوه، يعني الحاجات الزياده بتترمى هنا. يعني التكييفات في الجو ساعات بيسقع، ف نضطر ناخد التكييفات، نضطر نشيل التكييفات. فلو شلناها قول يا حيوان انت رايحه تعملي ايه؟ لا والله رايحه تعملي ايه؟ طب انا يعني حاطط الزفته دي ليه؟ المحل قفل خلاص. طب احنا جمعنا 1500، انت بتلعبي ايه؟ معرفش والله. ماشي بس احنا نقفل المحل بقى عشان مطروده. انت جاي متاخر قوي يا زبونه بصراحه. امشي. ماشي خلصنا، خلينا نطلع.
ماشي يلا بينا طالعين، نروح بقى ننام ونسيف وننهي معاكم الحلقة. مسارح وسيما وسيرك وقفيش صورت ننام، نعمل سيف يعني اللي احنا عملناه قبل ما نطلع. وطبعا كده يا جماعة نكون وصلنا نهاية الحلقة النهاردة، ومع السلامة.